معنا من هناك الطبيب أحمد محمد. دكتور محمد، لو تنقل لنا الصورة الآن من طرابلس، يعني أنباء عن قتال، عن سقوط قتيلين لحد الآن في حي الفشلوم، وربما هناك مزيد من التطورات، أرجو أن تطلعنا عليها لو لديك هذه المعلومات. نعم أختي كريمة، بعد صلاة الجمعة تحديدا انطلقنا من منطقة سوق الجمعة قريبا من منطقة الهنشير باتجاه سوق الجمعة المركز. كل المصلين في المسجد خرجوا إلى الطريق متظاهرين منددين بسقوط النظام وشعارات سلمية. قابلنا المرتزقة عند تحديدا منطقة جسر 11 يونيو وجسر سوق الجمعة، حاصرونا هناك مرتزقة في المتابة اللجان التورية بمركز سوق الجمعة، يطلقون الرصاص عشوائيا بأمي عيني، شهيد سقط أمامي وشهيد آخر في الناحية الأخرى من الشارع، إضافة إلى إصابات متعددة منها في الساق ومنها في الفخذ ومنها في الرقبة، شهيدين. وأنا أحمل تسجيلات فيديو على ما أقول. التحمنا مع الجماهير من منطقة عرادة ومنطقة سوق الجمعة باتجاه سوق الجمعة المركز، ومشينا إلى الساحة الخضراء، قابلنا مرتزقة القذافي عند منطقة باب تاجورة ومنطقة كوبري سوق الجمعة، اطلاق نار كثيف. أخي بجانبي استشهد بجانبه شخص. باقي الرصاصات الفارغة الغير التي لم تصب الناس، عندما تقلبها تجد عليها علامة حمراء، هذا رصاص خارق حارق. أنا من طلاب ثانوية علي وريت، تدربنا على الأسلحة ونعرف أنواع الذخيرة. طيب دكتور محمد، ما هي المناطق الأخرى داخل العاصمة طرابلس الآن التي تشهد أحداث مماثلة لما ذكرت؟ منطقة عرادة ومنطقة تاجورة تحديدا من بالأشهر، خرج المصلون بعد صلاة الجمعة للانضمام إلى الجماهير من سوق الجمعة ومن عرادة باتجاه الساحة الخضراء. أيضا في فشلوم هناك مواجهات دامية. أنا طبيب في مستشفى شارع زاوية المعروف بمستشفى طرابلس المركزي، عندما يصلنا هناك الناس المصابون يكونون إما متوفيين وإما في الرمق الأخير. إذا قدم الأقارب لاستلام جثمان ذويهم يمنعونهم، وبعض الجثث يأخذونها إلى مكان مجهول. إطلاق نار من سيارات إسعاف تحديدا في طريق الصور، منطقة طريق الصور قريبا من باب العزيزية مقابل باب العزيزية. 8 مسلحون خرجوا من سيارة إسعاف مرتزقة ملتمين بشال أخضر، يطلقون النار على الناس الذين يرفعون المصابين إلى مستشفى شارع الزاوية والذي هو قريب جدا من طريق الصور. لك أختي الكريمة أن تتصوري ماذا يحدث هنا الآن. طيب، ما قيل عن ضغوطات على المستشفيات والطواقم العاملة بها كي لا تسعف الجرحى وتقدم الخدمات اللازمة في هذه الظروف، هل تؤكدها لنا؟ هل لاحظت أي سلوك يعني من هذا القبيل؟ هناك مرتزقة يأتون إلى المستشفى يعالجون، عندما نحن الدكاترة نعالج الإصابات البسيطة، الرصاصات والخدوش الناتجة من الرصاصات في القدم والأطراف نعالجهم ونقدم لهم الإصابات الأولية، من ثم يأخذونهم إلى جهة مجهولة. بأمي عيني استشهد أمامي شاب عمره ما يقارب ما بين 18 و20 عام، الآن بيني وبينه مسافة لا تزيد عن 5 أمتار في منطقة سوق الجمعة أمام مركز سوق الجمعة، الذي حرقه هو والمتابة التورية، تم حرقهم بالكامل يوم الاثنين الفائت. وطول اليومين الفائتين أزلام النظام ينظفون المتابة وينظفون مركز سوق الجمعة وينظفون طريق سوق الجمعة، الكتابات على الجدران كلها استعدادا لزيارة الصحفيين الأجانب كما قال سيف الإسلام القذافي يوم أمس. لا يوجد ظهور للصحفيين الأجانب، وحتى مراسلون بعض المحطات الأخرى تم. أنا قلت استعدادا دكتور محمد. نعم، أنا قلت استعدادا، يعني أنهم لم يصلوا بعد وقد يصلون. غير آمنة، وحتى إن وصلوا فسيتعاملون مع اللجان التورية حيث ستأخذهم من منطقة إلى أخرى، مناطق تم تنظيفها بالكامل وتم طلاؤها. على سبيل المثال متابة اللجان التورية بمنطقة بن عاشور قرب السوق المثلث تم تغطية الكتابات والجدران بالسيراميك.
الذي لم لانهم لم يستطيعوا طلاءها واخفاء اثار الكتابات. طيب نداء تفضل تفضل. مدينه اشباح طرابلس، مدينة أشباح، يعني خالية من خالية من 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 المرة. بعد من المرة مساء لا يوجد أحد في الشوارع، يعني حالة طوارئ غير معلنة، حظر تجوال غير معلن. قبل صلاة الجمعة قريبين من قاعدة معتيقة الجوية هناك طائرات عمودية هليكوبتر نوت شينوك عدده 4 تنقل لا أعرف ماذا تنقل، ولكنها تحلق من هنا من مطار معتيقة باتجاه وسط البلد، وسط طرابلس باتجاه الساحة خضراء او معسكر العزيزية لا ادري. طيب اشكرك شكرا جزيلا الطبيب احمد محمد، حدثتنا من منطقة سوق